أنا استلمت كرئيس لاتحاد العام لطلبة فلسطين من 86، لقيت رئيس اتحاد لل 91، الحين أنا تخرجت في 99 طبعا. فكان لنا نشاطات كبيرة جدا، كان يعني عندنا حرية كاملة بعمل العمل النقابي طبعا، نعمل كنا من خلال الاتحاد نعمل مؤتمرات، نعمل حفلات، حفلات الانطلاقة، حفلات يوم الأرض، كنا نعمل في 6 مدن طلابية، 6 مدن: بوخارست، كلوج، دمشوارا، ياش، كرايوفا، براشوف. في 6 مدن كان لنا طلاب فلسطينيين، نعمل انتخابات فيها ومؤتمرات، ننتخب قيادة طلابية، نعمل مهرجانات سياسية، نعمل مسيرات. كان أنا بحب أذكر شغلة كتير مهمة في الانتفاضة الأولى، قدمنا طلب للشبيبة الرومانية إنه نعمل مسيرة، والرومان كانوا يمنعوا هذه، نعمل اعتصام، تجمع في صالة في كذا، أوكي تعمل بس مسيرة تمشي في الشارع كمان. فقدمنا طلب ورفض إنه نعمل، إنه بدنا نروح على السفارة الأمريكية ونحتاج نقدم رسالة احتجاج عن الممارسات الإسرائيلية اللي عم بتصير في ضد شعبنا في الضفة في غزة. فرفض هذا الطلب. بعد يومين تفاجأت بأنه الرومان الشبيبة الرومانية يأتوا لنا: يا سرحان، وافقنا أنك تعمل مسيرة. تفاجأنا، ما عرفنا إحنا شو الموضوع يعني. فذهبت إلى السفارة، كان عندنا قائم بالأعمال نمر إسماعيل، أخ نمر إسماعيل شفت في الضفة في أثناء المؤتمر السادس للحركي، فعم بنقول له هيك هيك وافقوا الرومان نعمل مسيرة. المهم جدا، فجمعنا وبلغنا كل هالطلبة إنه في هناك، عملنا بالأول التجمعات في السكن الطلابي، وألقينا كلمة وقرأنا الرسالة اللي بدنا نبعثها للأمريكان في هذا الخصوص. والله الرومان بيجوا بيخبروني إنه التغت المسيرة، خلاص لحد هون عملت اللي عليكم. احنا تفاجأنا انه ليه الرومان عملوا هيك، وطلع عندهم، ما الرومان كان عندهم تلفزيون وعندهم مشاكل اقتصادية، فكان عندهم تلفزيون يفتح بس ساعتين من 8 للـ10. حتى الاخ ابو عمار مرة باحدى زياراته عم بقول له: اخ ابو عمار احكي مع اخواننا الرومان يزيدوا لنا هالمنح الدراسية. فضحك على انه بقول له اخواننا الرومان، فبقول الله يعينهم، واحد بيعطي ساعتين لشعبه تلفزيون بدنا نطلب منهم منح دراسية وبقطع عنهم الكهرباء والمي السخنة، مش عارف. كان في أزمة اقتصادية يعني. المهم تفاجأنا بأنه الرومان جاي عندهم وزير الخارجية الأمريكي وبدهم يعملوا، جاي وزير الخارجية يحكي بحقوق الإنسان ومش عارف إيش عنده بالهون. فهن قال لك بنطلع هالفلسطينية قدام وزير الخارجية وتفضل أنت جاي تحكي بحقوق حقوق إنسان، ما أنتوا تفضلوا كيف هادرين حق الإنسان الفلسطيني، يعني بدهم يستخدمونا بهذا الطريق. فقال ممنوع تعملوا عاد مسيرة، خلاص إنه اكتفوا. فرفضنا وتجمعنا في مكتب منظمة التحرير اللي هو يبعد فقط 200 متر عن السفارة الأمريكية في بوخارست. تجمعنا هناك وخرجنا بعد حتى ما سكروا كل المنافذ وكل الشوارع اللي تؤدي إلى السفارة الأمريكية، خرجنا وبالقوة. يعني تصور الشرطة الأمريكية، الشرطة الرومانية بتشد في بوابة السفارة من برا وإحنا بنشد نفتح لها. يعني بحي كتير كان من حتى من سفارتنا الله يرحم الأخ أحمد الأسعد، توفيق جابر اللي استشهد في الضربة الجوية الأولى على غزة، بالرغم من إنه راح مع إخواننا في حماس الله يرحمه، كان من الناس الناشطين في رومانيا في هذا الخصوص. زياد أبو الهيجة كان مسؤول الإعلام في السفارة، كانوا من الناس اللي دعموا بأنه إحنا لا نقوم في هيك عمل. ووصلنا إلى حد قريب جدا من السفارة الأمريكية وجابوا لنا القنصل وسلمنا الرسالة اللي بدنا نسلمها. نشاطاتنا، الأخ أبو عمار كان كثير مهتم بموضوع يعني نشاطاتنا الطلابية، لأنه يعني كان مثلا يغطي لنا كل ما نقوم فيه ماديا، مثلا نحن طلاب وما كان، بالرغم من انه كانوا اخواننا السفراء العرب، يعني مثلا مجلس السفراء العرب في رومانيا كان يغطي لنا بعض المساعدات، يساعدونا، كان 11 سفارة عربية وقتها، فكانوا يساعدونا
لتغطية بعض نشاطاتنا. والأخ أبو عمار يعني بآخر مثلا آخر مؤتمر الاتحاد العام لطلبة فلسطين، مؤتمر العاشر اللي عقد في بغداد في سنة 90، التقيت فيه وعم بقدم له يعني بعض الأوراق اللي مصاريف للحفلات اللي كنا نقوم فيها، فما كان يعني لا يشدد ولا يقول، بالعكس موافقة يعني غير مشروطة مباشرة كان الدعم مقدم من القيادة. فكان في تواصل مع الاتحادات العربية، يعني كان في هناك الاتحاد الوطني لطلبة سوريا مثلا، كان في الاتحاد العام لطلبة الأردن، اليمن، كان في دائما تواصل. وشكلنا، أنا بعد ما خلصت من الطلاب صرت طبعا رئيس الجالية الفلسطينية لسنتين أيضا، فشكلنا ولأول مرة جالية عربية، اتحاد الجاليات العربية، وعملنا نظام داخلي لإله. وكان مهم جدا من اللي ساهمنا بكثير مواضيع، يعني كنا نخرج مثلا دفاعا عن القضايا العربية مش فقط الفلسطينية، مثلا من حصار العراق في 90 مثلا و91، فكثير من القضايا كنا ندعمها مع الشبيبة الرومانية، كان في هناك علاقات دائمة بالرغم من انه كانوا يشددوا شوي علينا يعني.